التجربة ديالي في كوتيكو كانت تجربة ناجحة 100%. أنا خريجة هذا الفوج الثالث ديال هذا المركز كوتيكو، مركز خصوصي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة. تعرفت عليه عن طريق طالبة سابقة والتحقت به حيث كانت عندي رغبة في الدخول إلى ميدان التعليم الفرنسية. تدمجت في سوق العمل قبل نهاية الموسم الدراسي. Bon, je m'appelle Rim Sedrawi, future enseignante. Tout d'abord, je prends l'occasion de remercier Madame Souad et les profs de nous avoir donné l'opportunité ou de nous avoir donné une formation pertinente comme celle-ci. Merci à vous. Hanan Mansour, خريجه centre Côte Cour, ماده اللغه العربيه. يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الأطر على حرصهم الدائم وإشرافهم المباشر لنا خلال هذه السنة، ونتمنى يعني أتمنى أن أكون في المستوى الذي يتطلع أي مدرس أو مكون أن يراه في طلابه. كما أشكر الطاقم الإداري مدام سعاد، وأشكر هذه المؤسسة التي منحت لنا الفرصة في هذا التكوين. Je tiens à remercier le centre Côté Cour et bien sûr les professeurs et bien sûr Madame Souad qui était toujours là présente pour nous orienter, nous conseiller. C'était une formation très riche. Je suis contente aujourd'hui d'être parmi la troisième génération, on va dire. Merci Madame Souad, merci le centre Côté Cour. Merci à vous. الفوج الثالث سنتر كوتي كور، تنقدم بالشكر ديالي للاساتذه تاع المعهد والمديره بصفه خاصه اللي فتحت لنا مجال وفتحت لنا السنتر ديالها واللي ساعدنا باش انه يفتحوا لنا مجالات في ميدان الشغل. بالنسبه لحنا المركز هذه سنه ثالثه حنا اللي كان نعملوا به، الفكره كانت جاتني كنت مديره تربويه بمؤسسه خصوصيه
من خلال يعني العمل في هذا المجال هذا كنت كنشوف ان كان خص يكون واحد التكوين عاد ممكن ندمجوا اي واحد في هذا المركز بليتو في المؤسسه، لان كتعرف التعليم الاولي وسورتو الاساسي راه هو اللبنه ديال التلميذ او الطالب اللي غادي يمكن يحقق نتائج مهمه ويمكن يخدم يعني البلاد ديالو. الى الاول من الاساس يعني سمحوا لي على الكلمه يكون عوج، غادي يطلع داك التلميذ بطبيعه الحال بتعثرات. ولكن اذا كان تكوين صلب، تكوين متين، تكوين معتمد كيعتمدوه وكيأطروه مجموعه ديال الاساتذه اللي عندهم اختصاص في هذا المجال، بطبيعه الحال هذو الناس اللي غادي يمشيو يندمجوا في سوق العمل غادي يعطيو لبته، غادي يعطيو نتائج ويعطيو الثمار ديالهم من خلال ديك التلاميذ ولا الاطفال اللي كيتلقاو عليهم المعلومه او الدراسه. المركز هو اللي كيامن التدريب، وكذلك هو اللي كيامن لي زونتروتيان دومبوش، يعني بحكم اننا حنا عندنا علاقات مع مؤسسات خصوصيه كيتصلوا بنا. في الاغلبيه في هذوك المؤسسات فين كيدوزوا لي ستاج، المؤسسات اللي كتحتضنهم تما كيكون عندهم يعني تما كيبرموا يعني العقود ديالهم ديال الشغل، او كيكون عندي هنا طلبات مسبقه من مؤسسات كيكون عندهم يعني خصائص في موارد بشريه. حنا كنوجهوا لهم هذوك الطالبات الخارجه ديالنا كيدوزوا لي زونتروتيان، والحمد لله يعني على يعني في هذه المره ديال 3 سنوات الحقيقه ما كنلقاو غير استحسان وكنلقاو غير يعني الشكر، بداو كنلقاو النتائج كيعطيو نتائج طيبه، يعني كيشتغلوا مباشره من مور التكوين. استاذ سعاد، كوتيكور اصبح دائع الصيت من خلال عده ارتسامات ديال عده شهادات اللي خديناها، كنشوفوا على ان العنصر النسوي حاضر بقوه. فعلا يعني في هذه المده كلها يلا كان عندنا متخرج واحد، يمكن يعني هاد مهنة التدريس كانت سورتو بالنسبه للسلكي الاولي والابتدائي كتكون معطيه يعني المراه كتعطي فيها اكثر، وحتى المؤسسات الخصوصيه منين كندخلوا لهم يعني سورتو التعليم الاولي ما جراتش العاده نلقاو راجل كي ماشي كان حنا كنقولوا بان ما يمكنش يعطي، لا ممكن يعطي، ولكن المراه كتكون اقرب في ديك السن من سن صغيره لك الطفل، وكتكون دائما هي بمثابه الام ديالو، يعني ما كتكونش غير دراسه، كتكون دراسه كيكون احتضان، كيكون بزاف ديال المسائل، ماشي بحال بالنسبه للسلك الاعدادي ولا الثانوي كيكون الانسان هنا كيكون كاين التلميذ كيمشي للمؤسسه غير على المعلومه. طبعاً الحال لا بد التاطير وحنا هادشي ما نقروش، ولكن في التعليم الاولي والاساسي كيكون اكثر، كيكون هذاك الطفل محتاج اكثر للاحتضان، كيحتاج اكثر للتاطير، ويمكن يلقاه الاستاذ اكثر من الاستاذ بطبيعه، زعما بحكم الطبيعه ديال الانسان المراه كتكون اكثر يعني عطاء في هذا الجانب هذا، وهذا هو يمكن هذه غير فكره ديالي ما عرفتش انا. اكيد شنو الرساله اللي تبغيت توجهي للمشاهدين الكرام؟ مرحبا بكم في المركز عندنا، نتمنى ويكون اشعاع اكثر عن طريق يعني الجورنال ديالكم كيني 36. الحمد لله حنا المركز كيتوفر على موارد بشريه، يعني مؤهلات بشريه الاساسي ده واحد الاطر، مجموعات ديال الاطر مهمه ويعني ومكونه تكوين، وعندهم سمعه كبيره في القنيطره. المركز عنده كيتوفر كذلك انتيشتي زعما من الناحيه ديال التأهيل المادي، يعني اقسام المسائل البيداغوجيه، المسائل اللي كتحتاجها يعني التكوين كله كيتوفر عليها المركز. لماذا عندنا طلبات ولكن ما عندناش العدد كله اللي غادي يمشي يخدم، يعني كتلقى عندنا 20 طلب وحنا عندنا يلا 11 ديال هذا، او كتلقى 30 طلب ولا كيخدموا هادو، كيبقاو الطلبات المؤسسات كيجيو عندنا كيطالبوا كيبان من الموارد البشريه اللي ممكن تامن لهم التعليم عندهم. دونك ما كرهناش عن طريق الجريده ديالكم يتعرفوا على المركز ديالنا اكثر وعن قرب ويلتحقوا بنا ونكونوا حنا عند حسن ظنهم. شكرا لك. Thank you.
مدام سعاد، ميرسي لو سنتر كوتيكو.